والآن تنضم إلينا في الاستوديو سلمى ناصر لتطلعنا على كل ما هو جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا. مساء النور سلمى، مساء النور رانيا، أهلا ومرحبا بك بعد سفرة طويلة. يعني أهلا رانيا، طيب طالما أنت بخير كمان. سنين دايما. طيب البداية مع أطول طريق كشفت عنه هولندا حول مسار لركوب الدراجات يولد الطاقة الشمسية. صحيح رانيا، وهذا هو موضوعنا الأساسي لليوم، وهو مشروع واعد جدا لهولندا لاستغلال طرق الدراجات الكهربائية الدراجات الهوائية عفوا لتوليد الكهرباء عن طريق الدراجات الهوائية. فقد افتتحت هولندا أطول طريق للدراجات يولد الطاقة الشمسية في العالم. الطريق الذي نجح في اختبارات على مدى 3 سنوات سيولد الكهرباء للبيوت والشوارع مباشرة. نتابع. على هذا المسار للدراجات الهوائية تمتزج التكنولوجيا بالطاقة المستدامة. في هولندا افتتح أطول مسار للدراجات الهوائية بطول 330 مترا يولد الطاقة الشمسية. هذه الألواح تعمل بكفاءة عظيمة تقارب 75% من كفاءة تلك المستخدمة على أسطح المنازل، وهذه كمية كبيرة جدا من الطاقة. مشروع سولار رود أو طريق الشمس عبارة عن مسار خاص للدراجات يتكون من وحدات خرسانية مزودة بألواح شمسية تغطيها طبقة رقيقة من الزجاج لمنع وقوع الحوادث، بالإضافة إلى مادة خاصة تغطي السطح الزجاجي لمنع الانزلاق. لقد صنعنا الألواح الشمسية في مصنع خاص ودمجناها مع الألواح الخرسانية في الطريق، وبالتالي أصبح لدينا طريق شمسي من عنصرين، الألواح الشمسية وطريق عام. ما يميز هذه الطرق هو عدم احتياجها إلى مساحات شاسعة من الأراضي، كما يمكن وضعها بجانب تجمعات سكنية كبيرة. هولندا تشتهر بها، إلا أن هذا الطريق الذي افتتح مؤخرا هو الأطول في العالم. تنتظره خطط مستقبلية واعدة تشتمل على استعمال الطاقة المولدة منه لإضاءة الشوارع والبيوت مباشرة. مشروع سولار رود أو طريق الشمس، ما الذي يميزه عن غيره كأطول طريق يعني؟ يعني انت قلتيها، الميزة الأساسية هي طوله. هذا الطريق يأتي بطول 330 متر في أحد الطرق، طبعا بجانب أحد الطرق الرئيسية في هولندا، يأتي بطريق خاص، مسار خاص لدرجات الدرجات الهوائية. هذا الطريق قاموا بدمج الألواح الشمسية مع الطريق أو خرسانة الطريق حتى تقوم بتوليد الكهرباء. معروف رانيا أن هولندا فيها كثير أو مشهورة جدا بطرق أو مسارات الدرجات الهوائية، لأنه كثير من الهولنديين يستخدمون الدراجة للتنقل، فأرادوا بهذه الخطوة استغلال وجود طبعا مسارات الدراجات الهوائية لتصبح أكثر فعالة، وطبعا لتصبح مولدة للطاقة، وهي طاقة مستدامة وطاقة نظيفة رفيقة وصديقة للبيئة. هل هذا المشروع، خلينا نقول، بلش أو بدأ بمشروع أصغر وهو 70 متر في البداية قبل 3 سنوات. هو ليس الأول صحيح، هو ليس الأول، هو الأطول. طبعا هي معظمها حدثت في هولندا، هي هولندا التي تعتمد هذه المسارات بشكل كبير. بلش بمشروع صغير 70 متر. هذا المشروع كان أساسا تحت اختبارات، ما هي كمية الطاقة التي يمكن أن يوفرها، هل يمكن أن يتعرض إلى التآكل. فبلشوا في أو بدأوا في مشروع 70 متر، الآن اتجهوا إلى طريق أطول أو أكبر ب5 أضعاف المشروع الأول، وهو طبعا 330 متر. نقول إنه حسب الخبراء إنه الطريق الصغير 70 متر إذا مر عليه 150,000 راكب وانتهوا من 70 متر ممكن أن يولدوا كهرباء مجموعها 3000 كيلو وات في الساعة، وهذا يكفي لعدد كبير من الأسر لتوليد الطاقة أو تزويد منازلهم بالطاقة لمدة عام كامل. فلذلك هو مشروع واعد جدا. طيب ما التحديات التي تقف أمام هذا المشروع؟ هلا بداية هو يعني تحديات من أساس الموضوع، يعني هذا المشروع أساسا يعتمد على الألواح الشمسية أو السولار بانل، هذه وجودها في الطرق ممكن تكون مفيدة جدا، لأنه نحن بالعادة نراها في رفوف المنازل في المزارع الشمسية. هنا في هذه الخطوة هم استغلوا الطرق، ولكن خلينا نقول أحد أهم التحديات إنه هذه الألواح الشمسية ممكن تكون خطرة على راكبين الدراجة، ممكن تكون بطريقة إنه رقيقة أو بطريقة ناعمة جدا ممكن تسبب الحوادث، وهذا ما حدث مع المشروع الأولي. في هذا المشروع هم أضافوا مادة
على سطح مادة تجعل السطح خشن جدا من الزجاج والبلاستيك المقوى، وبالتالي أصبح السطح خشن قليلا، وقاموا بتغطية هذه المادة بمادة أخرى تمنع الانزلاق، وبالتالي تخلصوا من الحوادث والانزلاق. التحدي الآخر هو التكلفة. تكلفة هذا المشروع حتى الآن هو 3 ملايين يورو. طبعا المؤسسة لم تصرح بالتكلفة الإجمالية خلال السنوات السابقة، ولكن حتى الآن هو 3 ملايين يورو، وهو مبلغ ضخم. يعملون الآن على تقليلها باستخدام مواد ممكن معادة أو مواد صديقة نعم. للبيئة، فهذا هو التحدي الأساسي. نذهب إلى الموضوع التالي، قطار مغناطيسي في الصين. صحيح، وهو يعني يعد هذا القطار المغناطيسي أسرع قطار أو أسرع مركبة على وجه الأرض. فقد انتهت الصين من إنتاج قطار يعمل بتقنية النقل المغناطيسي ليكون بذلك أسرع مركبة على وجه الأرض حاليا. ويعتمد القطار تقنية الرفع المغناطيسي أو ماجليف كما تعرف الإنجليزية لتجنب الاحتكاك بالسكك الحديدية. وجاء الكشف عن القطار الجديد في مدينة تشينداو شرقي الصين التي انطلق منها في أولى رحلاته، وسيكون القطار متاحا للركوب على نطاق واسع في البلاد خلال 5 سنوات. يبدو أن الصين لا تقف عند نفوذها السياسي والاقتصادي، ولكن صحيح، أصبحت لاعبا أساسيا في مجال الصناعة والتكنولوجيا. ما الذي يميز هذا القطار، وكيف أصبح يعني بهذه السرعة؟ صحيح. يعني رانيا، ما قلتيه انت صحيح تماما. يعني هذا القطار هو او حتى مبدا النقل فيه هو صناعه وابتكار صيني، ويعد طبعا انجاز كبير للصين. هذا القطار ياتي بسرعه 600 كيلومتر في الساعه، وهو ما يجعله اسرع مركبه ارضيه. طبعا هو ليس اسرع من الطائرات، ولكن اسرع من باقي المركبات الارضيه على وجه الارض. ما يجعله بهذه السرعه هي تقنيه النقل المغناطيسي، تجعل القطار كانه يطفو على سطح السكك الحديديه لا يلامسها، وبالتالي هو سريع جدا طبعا بفضل تقنيه الماجلف او النقل المغناطيسي. خلينا نقول انه الصين يعني بدأت برضو خلينا نقول بسرعات قبل ذلك سرعات متفاوتة. هذا القطار بدأ كمان قبل 3 سنوات بسرعة تقريبا 340 كيلومتر، وكان هدفهم يصلوا إلى 600 كيلومتر، والآن وصلوا لها. كمان كان عندهم القطار المسمى قطار الرصاصة الذي كان سرعته 350 كيلومتر، ويقومون طبعا استخدامه للتنقل بين المدن. فيعني الصين ماشية في طريق واعد وصحيح رسمها لنفسها حتى تصل إلى أسرع المركبات حاليا. نعم. الموضوع الأخير حول مسبار، ما يعرف بمسبار العزيمة صحيح، ونزوله على كوكب مريخ الأحمر. نعم. صحيح، هو خبرنا الثاني. وهو الآن نقول إنه بدأت ناسا في مهمتها الفعلية طبعا باستخدام مسار بيرسيفيرنس. فقد أعلنت ناسا أن مركبة أو مسبار بيرسيفيرنس انتهى من اختبار الأجهزة والمعدات، وبدأ تنفيذ مهمته الرئيسية وهو البحث عن علامات عن وجود حياة قديمة على الكوكب الأحمر. وقالت ناسا أن مركبتها ستأخذ أول عينة من سطح هذا الكوكب، وتعتزم ناسا وضع هذه العينات المهمة التي يجمعها المسبار في أنبوب معدني يرسل إلى الأرض بواسطة بعثة ناسا المشتركة مع وكالة الفضاء الأوروبية. أي نتائج أولية حول هذه العملية؟ حاليا رانيا، يعني احنا تحدثنا فيما سبق عن هذا الموضوع خصوصا ناسا والكوكب الأحمر وضجت به وسائل الإعلام. الآن كل ما سبق كان اختبارات للمركبة نفسها كيف هبطت، اختبارات للمعدات، اختبارات للهليكوبتر المرافقة لها. الآن بدأت المهمة الفعلية. المهمة الفعلية لبيرسيفيرنس هي جمع عينات لإثبات أو لمعرفة الأيام الأولى لهذا الكوكب، وإثبات إن كان هناك حياة قديمة على هذا طبعا الكوكب. الكوكب أو خلينا نقول هذا المسبار حتى أن نجح في التجول على الكوكب، نجح في سير لمسافة ممكن تقرب الكيلومتر وأكثر، تجول بين الكثبان الرملية، عنده القدرة على التمييز بين الصخور المهمة والصخور غير المهمة. طبعا الآن سيتم بدء جمع العينات من هذه الصخور طبعا بواسطة العلماء، وسيتم وضعها في أنبوب معدني. هذه العينات كلها ستعود إلى الأرض لدراستها بشكل مفصل هنا في البعثة الأوروبية المشتركة مع ناسا في عام 2026. فكلام كمان 5 سنوات سنرى النتائج. شكرا لك سلمى على كل هذه المعلومات. شكرا.